انتظار انطلاق هذا الشوط. إذن بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقت الشوط السابع، شوط الأولى للخيل العربية الأصيلة إناث الدرجة الثانية لمسافة 2000 متر و14 من الجيات في هذا الشوط. اندفاع نحو المقدمة، نشاهد وإياكم الشعار المتمركز في الصدارة، الشعار الأصفر هنا رقم 7 شيز أور كوين مع المدربة ديبور ماوتن ملك المهندس حسن عبد الملك والخيال جيفرسون سميث. في المركز الثاني صباحية رقم 14 مع المدرب إريك لمارتين ملك السادة شيك بريسنج والخيال هنا القطري متالق فالي أبو غنيم، ولكن تمركز الآن وتوجه زوليلة إلى المركز الأول والصدارة رقم 8 من تدريب حمد الهني ملك السادة مربط الهجاج والخيال أوغو بنيه. إذن الصدارة لزوليلة، في المركز الثاني شيز أور كوين، في المركز الثالث رقم 14 صباحية، ومحاولات أيضا من كريمة في المركز الرابع مدرب محمد خالد أحمد ملك الشيخ فيصل بن حمد الثاني والخيال عبد الله فيصل الجياد. بعد الانعطافين الأول والثاني والتوجه نحو المنعطف الثالث، لازلنا مع الشعر الأخضر زويليلا إلى المركز الأول سلالة تورنادو والخيال أوغو بنيه. في المركز الثاني محاولات من السادة شيك بريسنج مع الخيال فالح بوغنيم مع صباحية رقم 14، كذلك المتابعة من رقم 13 بروميسيد مع المدرب حمد الجهني من خلال تواجد المالك السيد زايد علي الخيارين والخيال توماس لوكاسك. أيضا محاولات الشعار الأبيض النجوم الخضراء من خلال كريمة مع المالك الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني. الجياد تقترب من المنعطف الأخير في الشوط السابع، شوط اللؤلؤة للخيل العربية الأصيلة إناث الدرجة الثانية، والمتابعة تأتي من أكثر من راس في هذا الشوط، أيضا منيرا من الجهة الخارجية للسيد محمد راشد النعيمي. نشاهد وإياكم الصدارة حتى الآن مع الجهني والسادة مربط الهجاج ومتابعة قوية من بقية الجياد. هنا الخط المستقيم يبدأ الإعاز والتقدم والدفاع لأكثر من راس، مرة أخرى محاولات التقدم تأتي من رقم 7، ولكن هناك تحركات من ناصر سعيد العيدة مع جولد فليس رقم 14. نشاهد وإياكم الصدارة، إلى من؟ إلى من هذا الشوط؟ رقم 4 مع العيدة في المركز الأول والصدارة. إذا مشاهدينا جولد فليس والمدرب هنا جاسم الغزالي. And the official results for the 7th race of the evening. The winner, horse number 4, Gold Fleece, Elmos of Nasser Said Al Eida, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Marco Casamento. Second horse number 7, She's Our Queen, Elm Engineer Hassan Ali Abdul Malik, trained by Debbie Mountain, ridden by Jefferson Smith. Third horse number 5, Kedipul, Elm of the Alwasmia Farm, trained by George Michaelides, ridden by Luke Edelozier. Fourth horse number 6, Make a Wish, owned by the Inger Stud, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Ivan Rossi. And in fifth place, horse number 14, Subahaya, owned by Al Sugar Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Farley Bourgonnais. الخيال الفائز في أمسية اليوم ماركو كازامنتو ولدان. يتفضل الخيال ماركو ليتسلم كأس الخيال الفائز، ألف مبروك ولدان ماركو. نبارك للمدرب جاسم الغزالي، يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز، ألف مبروك تستاهل. ونبارك للمالك السيد ناصر السعيد العيدة، يتفضل المالك الصغير حمد سعيد العيدة ليتسلم كأس شوط اللؤلؤة للخيل المهجنة الأصيلة. تستاهلون، ألف مبروك الفوز، كوسكم عالية دائما بإذن الله تعالى. وصورة مميزة للخيل والخيال الفائز ماركو كازامنتو عبر الفرس جولد فليس في شوط اللؤلؤة للخيل المهجنة الأصيلة بشعار السيد ناصر السعيد العيدة وإشراف المدرب جاسم الغزالي.